وفي جانب آخر لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة يوقعان مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للمنشآت لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام، وتهدف الشراكة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاع الثقافي والمنشآت الثقافية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع، بما في ذلك إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال في القطاع الثقافي.